عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: والأمر يومئذ لله. كلمة يومئذ، اليوم الذي نلتقي به بين يدي الله عز وجل، فهناك تنقسم الناس إلى أقسام، مؤمن وعاقل، وعاقل وليس مؤمن. ومؤمن بالجزء ومؤمن بالكل. كل إنسان على حسب حاله وأعماله، فعلى العاقل أن يزكي نفسه ويجتهد في تحصيل مرضات الله. إمتى؟ لما بيصل على الجورة بفكر بتزكية نفسه، معناه ما عاقل. أما العاقل الذي يفكر بالأمر قبل الوصول إليه، أنا بدي أقوم بعمل تجاري، بعد ما بجيب البضاعة وبخسر فيها بعدين بفكر، أو قبل ما أنا أجيب البضاعة بفكر؟ قبل ما تجي البضاعة بفكر ماذا يجب علي أن أتصرف لضمان البضاعة مع الربح. فالعاقل بيفكر بالعملية يكون فيها ربح ما يكون فيها خسارة. أما إذا كان العملية فيها خسارة عدم أولى. فالحياة التي نعيشها الآن فيها ربح أو خسارة؟ إذا الإنسان شغل وقته في رضاء الله، ربح ولا خسارة؟ وإذا شغل وقته بالأهواء
وتهاون في أمر الله، ربح ولا خسارة؟ أنا ما بعرف، عم بسأل لأتعلم. ضاع الوقت سدى. هل الإنسان مسؤول عن الوقت في الحياة؟ لك ماشي الحال يا طالب بالمرحلة الابتدائية، صف تاني تالت رابع بالابتدائي، أهمل الدراسة، راحت عليه سنة سنتين ما نجح، وإن كان النجاح روتيني ما عم يعطوا الطالب حقه، بيهمه المعلم يطالع نجاحه ولا نجاح طلابي، سواء كانوا يستحقون أو لا يستحقون، هذا الواقع. المرحلة الابتدائية روتين، الإعدادية نوعا ما، الثانوية فيها شوية دقة، الجامعة شرحه. عندنا 40 طالب بالصف، رسب منهم 4، الأربعة بيعدوا بالصف ثاني سنة رافعين راسهم منطخين راسهم إنه السنة الماضية ما نجحون. السنة اللي رسبوا فيها قديش الخسارة مادية؟ صف ثالث ابتدائي رسب، الخسارة المادية بالسنة قديش؟ الخسارة مو عليه هو بس، عليه وعلى أهله، لأنه أهله ما كانوا وراه، ابني دراستك ابني دراستك ابني دراستك، أهمل. قديش بتكلفه ماديا؟ في حدا منكم بيحسن يقلي قديش بتكلف ماديا؟ الوراء سنة الوحدة. إذا بدع بالدراسة صار طبيب جراح، قديش يوميته الطبيب الجراح؟ بالشهر قديش بيطالع؟ طالع له 10,000 ليرة بالشهر. انتي دكتورة طبيب الجراح، قديش بتطالع بشهره؟ طالع له 200,000 بالشهر الواحد، 100,000. أنا رضيان بالشهر 100,000، بالسنة 1,200,000. خسارة الولد بالصف الثالث ابتدائي السنة الواحدة 1,200,000،
هذا أقل تقدير. البعض منهم ما بتكفي يوميته مليون ليرة من عملية لعملية. هذا المتهاون بالمرحلة الابتدائية، المتهاون في طريق الله، قديش خسارته؟ المتهاون في طريق الله خسارته ليست مادية ولا تقدر بمال، بما تقدر. أنا بدي أسأل سؤال، بما تقدر؟ لما حدا بيجاوبني أنا رح أقدر تقدير. هل لهذه الحياة نهاية؟ النهاية للسؤال والجواب. أنت أهملت صلاتك شهر 30 يوم، عند السؤال والجواب لا يسمح لك بالسؤال والجواب حتى تؤدي ما عليك. بتروح بتصلي هون وين؟ على بلاط جهنم. تسجد السجدة بالذوب ويحييك الله من جديد حتى تؤدي ما فاتك من الصلاة، حتى تؤدي ما فاتك من الكذب الذي مر عليك في الحياة. كذبة بيضة ما عليها شيء. عند السؤال والجواب الكذب البيضة عليها شيء، ما عليها شيء، عليها. والسوداء الكذبة البيضة ممكن يكون عليها عصايتين حسب ما ورد. بيأكل الضربة من الملك، بيغوص إلى 7 أراضين ثم يخرجه الله من جديد. بيأكل الضربة الثانية، بيغوص إلى 7 أراضين. فهالنزل هو عم يشق الأرض وبينزل كم يلاقي من العذاب. قال هذا الكذب البيضة اللي ما بدروا على جهنم. يا ترى العذاب أكبر أو الذنب أكبر؟ العذاب أكبر بكثير. هل هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ راح نجيب مثال لنعلم العدل. الذي يصلي في الليل 2 ركعة له من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العمل أكبر أو الأجر أكبر؟ الأجر أكبر بكثير. كمان المسيء الوزر أكبر بكثير. في مكة كل عمل صالح يكتب لصاحبه 100,000. بالمدينة كل عمل صالح
يكتب لصاحبه بعشرة آلاف. وكل وزر يرتكب في مكة الوزر يضرب بمئة ألف، وكل وزر يعمل في المدينة يضرب بعشرة آلاف. أليس هذا عدل؟ وهل وجد أعدل من الله عز وجل؟ أما الإنسان لما يقع في الغلط عنده هذا الشعور بأنه سيسأل بين يدي الله عن غلطه؟ أو يلا ماشي الحال، عم ناكل ونشرب وأكله ما شاء الله. يعني هل فكرنا في المستقبل البعيد أو القريب؟ مستقبل هذه الحياة قريب أو بعيد؟ أنا ما بعرف، بس مر معي آية: وإن غدا للناظرين قريب، بكرة الآخرة بتجي مداهمة. المداهمة يكون واحد قاعد ببيته مرتاح، عم يشرب قهوة، عم يطحنك هو ومرته وولاده، وأذن دق الباب، شو قال؟ مداهمة. فاتوا أربعة ساكر، وينه فلان؟ هات هويتك، هذا هويت، خذوا معكم. هيك المداهمة. أنا عم بحكي تمثيل. فبكرة في حدا ممكن ينجو من المداهمة الربانية؟ شو المداهمة الربانية؟ قاعد أحد أخواننا رحمة الله عليه، قاعد هو مرته، قال يا بنت الحلال الله يرضى عليك، دقيلي للولاد خلي يجون عندي مشتاقلن. دقيت الولاد، تعوا شوفوا أبوكم بده ياكم. اجتمع ولاده حولي، يا بابا ديروا بالكم على حالكم، يا بابا ديروا بالكم على بعضكم، لا تتفرقوا، خليكم كتلة واحدة مع بعضكم، وإذا واحد أخذ أكثر من الثاني الثاني يكون أحسن منه يسامحه. تعاونوا على الحياة يا ابني، أنا تعاونت أنا وعمومكم نجحنا، وإذا أنتم ما تعاونتوا يا ابني بكرة بتفشلوا وبتخسروا. عم يحاكي ولاده، يا ابني ما بعرف شو صار لي، صار معي مغص، آخ قلبي يدخلكم. ركض واحد جاب الطبيب، بين ما وصل الطبيب لعنده قال ليش جايبيني ميت خالص؟ أليست هذه مداهمة؟ استدعى أولاده ونصحهم وقال لهم خاطركم وسافر عد آخرة، أليست مداهمة؟ فقدر كل منكم سيأتيه هذه المداهمة بلا عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي. اسحبوا بالغرابة. سيدنا عزرائيل ما حدا بيشوفه،
لأنه هو روح جفافة. تدخل على البيت تسحب واحد من المجموعة بتقوله امشي، الجسد بيتم مكانه. نحن قاعدين بدرس الشيخ الله يرضى عنه، واحد هنيك عمل عيب يطالع صوته وسط الدرس، رحت عنده حاطط راسه بين رجليه، شبك جلست له راسه وهو على وراه، حطيت ايدي على قلبه ما في حركه بنوم ولا في نبض ولا في شيء، فادركت انه الزلمه مات بهالصوت اللي صرخه. واحد تاني بدرس الفجر قاعد هنيك عمل هيك وانتحش على الارض، احد الشباب عمل له تنفس اصطناعي، نفخ بتمه لصار مثل الطبل، رجع بعد عنه طلع هاللي ببطنه من تمه، ميت خالص الزلمه. بين الحياة والموت هل من إنسان يعلم كم المسافة؟ يعني في ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، أقل من ربع الدقيقة بتكون خالص. فليكن تفكيرنا في تلك الساعات التي ستأتي على الإنسان من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، ما يكون تفكيرنا بالأوهام. كل الشباب والشابات التفكير بكرة من الجواد، بكرة بصير عنا أولاد، بكرة بصير آباء، بكرة بصير أمهات، بكرة بصير، بكرة بصير، ما حدا بيفكر إنه بكرة سيدنا عبد العين رح يسناولنا والروح تعرج إلى عالم السماء والقبر ينزل والجسد ينزل إلى القبر. في حدا بفكر هذا التفكير؟ كنت فكر بهذا التفكير. شو بتحكي عن الموت؟ لأنه أنا شايف الموت نص بعيني من وقت كان عمري 17 سنة، شايف الموت جاي، وأنا اليوم إذا نمت ما في بكرة الصبح. وإلى هذا اليوم تفكيري قائم، إذا نمت ما بدي فيه، ما بشوف حالي إلا فقت الصبح. وبزرع في هذه الحياة لما سألقاه هناك. أنا سمعت بالخبر في ظلام، حدا منكم بيعرف هيك شيء؟ في ضوء القبر. أنا ناوي جيب بلورة 1000 شمعة حطها بالقبر، مين منكم بيأيدني؟ يعني بيعيدني ينفع اصبعته. بهالحارة قبل ما تعيدوني كل منكم يعمل حساب بلورة أبشع ما يحطها بالقبر. الصدقة تكون نورا في قبره إذا نزل في قبره، بل حابب يضوي القبر يضوي بالصدقات. وأنا أعتقد ما في حدا منكم مطول، مين منكم
ناوي يعيش 50 سنة رخار بعد هلا. والله ما لي أمل أن أصبح. لما أصبحت أدركت أنني بحياة جديدة، أما ما لي أمل أن أصبح. وكثير من الناس بيحكي بالمنام، هو نايم بيحكي وبيخبص بالحكي، ما بيعرف حاله شو عم يحكي. مرات عم يحكي مع حاله، مرات بيحكي مع الملائكة، بشوف الأرواح هو نايم، بس هو بشوف الأرواح أجساد ويتعامل معهم حسب الحال. يا بيبقى طالع خلوه عم يسرتير، يا بيبقى عم يساير. فعلى العاقل أن يزكي نفسه ويجتهد في تحصيل المردود التجاري الذي هو مرضاة الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. لماذا؟ قال ليجدها عند ربه ويفوز بالسعادة يوم يلقى ربه. أيها الناس، لا تعجبوا بأنفسكم وبكثرة أعمالكم وبقلة ذنوبكم، ولا تعجبوا بامرئ حتى تعلموا بما يختم له. لا تنغروا بمخلوق ولا أنا، العاقبة لا ندري. إذا أشرف الخلق سيد الرسل يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فإذا أشرف الأنبياء وأشرف الخلق لا يدري ما الذي يجري، فكيف بنا نحن اليوم ندري بالذي يجري؟ حدا منكم يعرف شو بده يصير بكرة؟ الخميس نمنا شوب، الجمعة صار برد، نزل مطر، نحن هلأ بنيسان، مطرة نيسان بتحيي قلب الإنسان. كانوا العهود الماضية يخلعوا ثيابهم ويعدوا تحت المطر يستبشرون بالخير يأتيهم من الله عز وجل. هذول العهود الماضية. أما اليوم في حدا منكم يفكر هذا التفكير؟ يقول هي مطرة نيسان إذا الإنسان تغسل فيها تبقى له الحياة طيلة العام. هيك كان تفكير. أما أنا والله ما عندي تفكير إنه إذا كانت غسلت بمطرة نيسان بعيش زايد عما قدر لي ولا نص دقيقة. هيك رأيي أنا، حدا ممكن بيأيدني بالرأي؟ ولا نص دقيقة ما في حياة بعد ما بيجي الأمر الإلهي. والأمر الإلهي ما بعرف، يمكن هلأ بعد 5 دقائق يجيني. أنا قاعد على الكرسي وشلي ممكن تكون حقيقة،
هلا انا عم اتركها تمثيليه، لكن يمكن التمثيليه تكون حقيقه. وما بسالي انا، الكن كلكن، في حدا منكم حاطط على حاله خيمه لينجو من هذه الساعه؟ لا تحكموا على انسان طويل او قصير حتى تعلموا بما يختم له. الخاتمه ما هي؟ وخاتمه الانسان يظهر حقيقه من هو. وهنالك علامات للإنسان خرج مرضيا عنه أو لا. كنا صغار بزماننا، إذا مات ميت ياخذونا ينيمونا عند الميت مشان نقرأ له قرآن، قال كل الليل مشان نونسه. رحت عند ميت مشان اقرا له، كان زمن الكاز ما كان في كهرباء، نفخت الكاز وقام انطفى. فاذا الكاز انطفى ما عاد حدا يشوف حدا، الميت على التخت دفشته. قلت له اخذ التخت طول وعرض انت، وتسطحت جنبه. نمت. سمعت عياط عندي بالاوضه. ابي الا يا امي والله طلعت على الطياره لقيتها مسكره وباب الصاله مدقر. لك الشيخ السما شرعته لما الأرض ضلعته؟ أبي عيط مع أمه، أنا سمعت وبالأوضة عندي. خبت أحكي، يقولوا الميت حكى، يرتعبوا. تميت كابس نوى لحتى طلعوا لبرا. بعدين صرخت له تعال يا محمد. قال لي لي وينك انت؟ انا هون نايم قدام عمك. لكن رحمة الله عليه، نمت لي 3 ساعات لا عطش ولا سعال ولا ألم من جنب لجنب ولا حرك ايده حتى ما يزعجني. فرحمة الله عليه قديش كان ونيس. وفتت على بيوت، والله من الباب حسيت بالانكماش وامتهربت، ما حسنت أعود. الأولاني كان محافظ على الصلاة مع الجماعة بوقتها، كان ونيس. الثاني كان ما بيصلي، واللي ما بيصلي بصير وحش عند هذيك الساعة، وبصير منظره بيخوف. والصافي إذا دخل عليه بيرتعب، أما المعكر ما له فرق معه. وإنما الأعمال بخواتيمها. أنا شفت أموات كثير، عامل هيك مبتسم، وشفت أموات هيك وطلعت روح على هذه الحالة. فأردت أدرس الأسباب
والمسببات، ليش هاد هيك وليش هاد هيك. فطلع معي إنه صاحب الأعمال الصالحة قال ما من ميت تخرج روحه إلا ويرى مقعده في الجحيم أو النعيم. فعندما يرى في الجحيم يعمل هيك فتخرج روحه على هذه الحالة، وعندما يرى النعيم ويبتسم بالملك الذي يصل إليه يبتسم وتخرج روحه على هذه الحالة. إنما الأعمال بخواتيمها، ولو أن أحدكم جاء يوم القيامة بعمل 70 نبيا كل نبي أديش له أعمال صالحة، أتى بعمل 70 نبيا لتمنى الزيادة من هول ما يقدم عليه يوم القيامة. والعاقل الذي يحاسب نفسه قبل يوم الحساب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، كل منكم يحط حاله بميزان أعمالك الصالحة وأعمالك الطالحة. إذا حطينا لك التنتين بكفتي ميزان، في شيء بيسود لك وشك أو في شيء بيبيض لك وشك؟ حط حالك بالميزان، شو هاللي انت رح تصل له غدا؟ عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذا أكرم الخلق وأشرف الرسل قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، من منكم يدري ما يفعل به؟ بتوقع إنسان ما ضيع فريضة صلاة من سن بلوغه، والذي ضاعوا عليه قضاهم، يحاسب كالذي ضيع الأوقات الصلاة ولم يحاسب نفسه عليها. مثال اثنين مثل بعضهم، والسؤال الاثنين مثل بعضهم. الشرطي لما بيجي لعند واحد متهوم وشاكك بأنه هو صاحب العمل ولا لا، بيحكي باللطف، لكن لما بيتأكد أنه هذا هو اللي عامل الجريمة بيحكي الشرطي باللطف؟ لما بيحكي بالغلاظة. ملائكة الكرام على حسب أعمال كل إنسان تأتيه، إذا كانت الأعمال صالحة تأتيه الملائكة بوجوه مشرقة، وإذا كانت الأعمال طالحة تأتيه الملائكة بوجوه قبيحة، على حسب حاله. فإذا على حسب الحال والله أنا خايف ومأصل لهنيك لا شيء بسود الوش، والله مرات ببكي أنا مسطح فكر بهذه الجورة، فكر بلقيا الملائكة وبخاف يكون ما بشي بيض الوش،
وإذا في شيء سود الوشي يا سواد وشي دخلكم. والله ببكي أحيانا المخدة بتمتل بتصير مبلولة من دموع عيني، خايف ما بعرف ما شو فيه. كلكم عندكم هذا الحال، الخوف من لقاء الله والخوف من نزول القبر. والله في بناتكم ما مسالين بنوب من هون يوم الله بحجة الله عيفونا. يعني هلا نحن بدنا نفكر، ما منفكر بشي ربي يسير ولا عنا خبر شيء. العاقل الذي يحاسب نفسه قبل يوم الحساب. فحطوا حالكم من الميزان، في بيناتكم عقراء عقلاء او فاقدين العقل ما بعرف. العقلاء يحاسبوا بقائمة العقلاء، فاقدين العقل يحاسب بقائمة فاقدين العقل، وكل منهم على حسبه. العاقل الذي يحاسب نفسه قبل يوم الحساب. الكيس من دان حساب نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس شو الكيس؟ اللي بتعبى بالكيس. الكيس شو الكيس؟ اللي عندهم دراسة لغوية عربية بيعرفوا معنى الكيس. الكيس العاقل الفطن، من دان نفسه دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. في أحد منكم ناوي يموت؟ إذا في حدا ناوي يموت في الحارة يرفع إصبعته. شايف ما حدا في الحارة حدا ناوي يموت؟ يعني قلال كثير ناويين يموتوا. مرة أحد الإخوان بدرس شيخنا الله يرضى عنه حكى شيخنا عن الموت، قال مين ما بده يموت؟ وقام واحد رفع إصبعته، قال له لتكون عم تجاكر سيدنا عزرائيل مجاكرة بيجي باخدك بالزور. قال له سيدي ما بيسترجيه. شو الثقة هي؟ قال له سيدنا عزرائيل ما بيسترجيه. لك يا أمي لجاكرة بياخدك بالزور. قال له سيدي ما بيحسن، لأن سيدنا عزرائيل مأمور، إذا ما أجى الأمر من حضرة الله عز وجل سيدنا عزرائيل ما بيملك شيء. شو الثقة هاي؟ قام الشيخ قال له إن شاء الله ربي بيحيي لك قلبك يوم تموت القلوب، فإن شاء الله ربي بيحييلكم قلوبكم يوم تموت القلوب. الكيس العاقل، والعاجز في حدا بيناتكم عاجز؟ من اتبع نفسه هواها. فنجر وكيف وروي واللي بدك اياه. والحجاب شو الحجاب؟ يعني وجودك العدم.
ربي يسير، وأعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا الله كريم، بكرة بياخذنا لعنده وبيدللنا وبيعطينا وبيمنحنا. هذا مغرور ولا عاقل؟ ما بعرف، انتوا بتعرفوا. الذي يحمل هذه الصفات مغرور او عاقل؟ شو رايكم؟ مغرور؟ ما بعرف. ذكر الامام احمد عن عمر رضي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا انفسكم قبل ان توزن عليكم. نفسك الاماره بالسوء حطها بالميزان قبل ان توزن الاعمال عليكم. فان حطت اعمالكم بالميزان، مين منكم يفتخر باعماله بترفع الراس؟ يعني ما عنده ثانيه من الوقت تضيع سدى. في كتاب الله والوقوف بين يدي الله في صلاة قيام الليل والصلاة على سيدنا رسول الله، مين من كان على هذا المنوال؟ ما بعرف، في حدا من كان على هذا؟ يا شيخي خليها لا الله، يا شيخي ما بعرف شو بدي احكي. احكي لا تخاف يا شيخي. زمانكم انتو كنتوا عايشين على الكاز، كهرباء ما كان فيه، واحدكم يمل من بيته يروح على الجامع ضاوي يقعد بالجامع، معظم اوقاته تضيع بالجامع. بالجامع الا يلتقى له شي شيخ يعود يسمع له كلمتين منه يتعلم منه. اما زماننا يا شيخي اليوم بعثوا لنا شيء ما كان عندكم. شو بعثوا لكم؟ بعثوا لنا صندوق السمع. حدا منكم بيوعى صندوق السمع؟ الكواني الى هذا اليوم لا تزال الكواني قائمه. السي دي مثل الكواني اللي كان بزمانها. بعد صندوق السماع جابوا الراديو عند السحاره. تم يزغروا الراديو، يزغروا 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 لصار قد الساعة. هلا في ساعات بالإيد في راديو. من الراديو للتلفزيون أبيض وأسود، بعدين صار تلفزيون ملون، بعدين صار الفيديو تعرض الأفلام اللي بدك إياها، بعدين صار كلفة ما بيحسن واحد يحمل التلفزيون وين ما كان يحمل الفيديو. صغروا لكم يا هون، عملوا لكم التلفزيون والفيديو بالموبايل. ونحن شعب تفكيرنا بالحياة المادية أكثر من تفكيرنا بالحياة الأخروية. هلا أنا لو سألت في حدا ما معه موبايل؟ ما ممكن.
من جهلنا الأطفال بالمرحلة الابتدائية بدهم موبايل. والولد إذا كان صار بين إيديه موبايل والموبايل فيه ما هب ودب، فالولد بياخذ الأمور الدينية أكثر أو الأمور اللي فيها له، فصار شعبنا يميل بالله ويبتعد عن دينه. والإنسان بين كفتي الميزان، بقدر ما بيميل عندك الله بيضعف عندك الإيمان، بقدر ما بيميل الإيمان يضعف الله. أنا بشوف أولاد صغار عم يلعبوا، أنا ما بعرف ألعب لعبتهم، لأنه أنا ما خلقت للعب، خلقت للقرآن. فكان همي واهتمامي القرآن من البداية وإلى النهاية. يعني باقي لي شي 500 سنة بالحياة بدي أقضيهن مع كتاب الله، وأجد ذلك في صحيفتي بين يدي الله، وكل منا يجد في صحيفته ما زرع في حياته. فسيدنا عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. من وقت اللي كان عمري 7 سنين أنا مسجل علي بكتب كل حركة وسكنة، وتعرض علي يوم ألقى ربي في شي بيض الوجه أو في شي سود الوجه. أنا أملي بالله إني ما زرعت في الحياة ما يسود الوجه، وهذا من فضله وكرمه علي. ما أعانني على ذنب ولا على معصية منذ ولدتني أمي وحتى هذا اليوم. أكرمني بأن سلكت طريق العلم ومكارم الأخلاق والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فضله علي ومن كرمه سبحانه وتعالى. وقال الحسن الله يرضى عنه: المؤمن قوام على نفسه. يعني المؤمن بيمون على نفسه، هاي ما بتصير هاي بتصير، شهوته بتقول له اعمل هيك، نفسه بتقول له لا، الله ما بيرضى عنك بهذه، يجب عليك هذه حتى تكتب رضا الله. يحاسب نفسه لله، معنى لله يعني يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، الله بيرضى وما بيرضى. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة.
كل أمر يمر على الإنسان في هذه الحياة عليه أن يحاسب نفسه الآن، فالحساب الآن بيخفف عنك الحساب غدا هنيك، والتهاون اليوم بيعلقك بالحساب هنيك. فمن أراد أن ينجو، ما تأخذوني، ما فينا حدا خالي من الذنوب، أنا وأنتو، إنسان مبرأ، أنا لتمشت. فإذا الذنوب صاروا كتار شو نسوي حالنا؟ أنا مالي ناوي موت هيك، بدي الذنوب اللي موجودة علي أخلص منها قبل ما أموت. في حدا ممكن عنده طريقة يدلني كيف الخلوص؟ التوبة الصادقة، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب مر علي في الحياة صغيره وكبيره. التوبة تمحو الحوبة، التوبة تمحو الحوبة. توبوا إلى الله قبل أن ترون غضب الله. فإذا أعلننا توبة كلنا، نحن اليوم بنهاية شعبان، يعني وصلنا للنص ومرأ رجب وشعبان ما أعلننا التوبة، فشو رأيكم نعلن التوبة في هذه الليالي الفضيلة، ليالي النصف، سواء كان اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، لأن الروزنامة اختلفت عن رأي القاضي الأول. رأي القاضي الأول أظن بكرة أو بعد بكرة النصب، بكرة. رأي الروزنامة امبارح كان النصب، فالقاضي الأول بنى على رؤية القمر، بناؤه على رؤية القمر بناؤه على إثبات هلال رمضان. الروزنامة بناءها على حساب كل سنة لازم يكون بالوقت نصف شعبان، بالخلاف بين الحساب والواقع. الإسلام أمرنا بالحساب أو بالواقع؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا الإسلام بنى على الواقع والقرآن بنى على الواقع، فنحن مع الواقع حيث كان. إذا كان الواقع بكرة نصف شعبان، اكسبوا هذه الليلة بالتضرع والدعاء والتوبة الصادقة أن لا نعود إلى ذنب مر معنا في الماضي، واطلعوا من بوتقة العادات والتقاليد. أنا من عادتي إذا كان بدي نام بنام بأوعي، ما بغير شيء. العادات عن كثير من الناس بيلبسوا بيجامة، العادات عن بعض الناس الدنيا صيف البيجامة شوب بنام بدون ثياب. لا تخلوا العادات تغلبكم، خلوا العبادات تكون غالبة عن العادات،
وتمسكوا بالعبادات. أنا ما أظن كلكم شوفكم يوم السبت القادم، هذا إذا أنا وجدت، وإذا أنا تبعتكم كلكم والسبت القادم كنت في عداد الدار الآخرة، في حدا بيعرف فيه؟ في حدا بيضمني للسبت القادم؟ وأنا السبت القادم ما بشركون، بس يكون حدا ضامني، في حدا يضمني؟ والله ما حدا ضامن حاله، شلون يضمن غيره؟ إذا كلنا معرضين، ممكن نكون السبت القادم من أهل الدار الآخرة. حاسبوا أنفسكم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة. شو يعني شق الحساب؟ إن صار الحساب شاق متعب مؤلم على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة، إن تهاونوا يلا ماشي الحال، منو يوم الله فرج ورحمه. يا أخي أنت أكرم من الله. لذلك قال الشاعر: تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها من الجنة إلى الدنيا بذنب واحد. إبليس اللي جعله مطرود وممقوت وفي العذاب في الدنيا والآخرة، كام سجدة ضيع؟ سجدة واحدة، ما في مكان سجدة في الأرض إلا وسجدها إلا سجدة واحدة لأبينا آدم، قال أنا ما بسجد لبشر، كان سجدة واحدة. صار مطرود وصار ملعون، لسجدة واحدة، وصار منبوذ لدى الله وخلقه لسجدة واحدة. فكل واحدة منكم إذا حطت حالها بالميزان، كم سجدة عليها من يوم بلوغها لليوم؟ حاولوا بهالأيام الفضيلة تصلوا قضاء ما أمكن، وتخلصوا حالكم من المسؤولية بين يدي الله. وقد إذا مر علينا شعبان ما نلحق رمضان، وإذا مر علينا رمضان يمكن ما نعيد، وإذا عيدنا يمكن ما نعيش شهر تاني. حطوا بنظركم الآخرة، والآخرة أقرب من الدنيا لي ولكم، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.